الصحف بقى المهندس عادل امبارح اتكلمنا على المردود الاعلامي والمردود الصحفي يا جماعه، يعني هذا الحدث الكبير وجود الاهلي في كاس العالم للانديه، المشاركه السادسه للنادي الاهلي، حفاوه الجماهير المصريه الرائعه، لانه الحقيقه كابتن وائل جمعه لما اتكلم قال لك لو سعه الاستادات مش 30% لو 100% هتلاقي الجماهير الاهلاويه والمصريه ماليه كل هذه الاستادات. عشان كده كان المردود الصحفي والمردود اللي اتنشر في الجرايد، في كل الجرايد صحيح المصريه والعربيه والقطريه وكل الصحف العربيه والدوليه، هذه الحفاوه وهذه اللفته الكبيره اللي الناس لاحظتها، ايه هذا الاستقبال الرائع جدا الحقيقه في الاستقبال، ان هذه الجماهير على كثافتها وعلى غزارتها وعلى حماستها كانوا ملتزمين جدا بالشروط الاحترازيه، اتعمل لهم حواجز حديديه ما عدوهاش، ما تقربوش من البعثه، ما قربوش، الناس بينها وبينك مسافه كبيره، عندها لهفه وعندها شوق، لكن في التزام جامد جدا. لكن في نفس الوقت محافظين على التباعد، محافظين على الشروط، محافظين على القواعد اللي فرضت عليهم. عشان كده كان من المناسب جدا ان انا اقول لك على، واحنا هنا بقى واحنا في المونديال، الصحافه المصريه قبل ما نشوف بقيه الصحافه القطريه والعربيه ازاي عبرت عن هذه الحفاوه المصريه الكبيره في استقبال بعثه النادي الاهلي لدى وصولها. الاخبار قالت هزت الدوحة بالهتافات المصرية، جماهير الأهلي تقتحم بفريقها أجواء المونديال مبكرا، موسيماني مندهش والبعثة تخرج من السجن بعد 20 ساعة، فترة الاحتراز الشديدة اللي طالت لغاية لما جت النتيجة تاني يوم بعد الظهر. طبعا صحيح. عندك تعديل او لا لا لا، هو ده عندك تعليق على دهشه موسيماني؟ لا، ما هو انا احنا كل ده قلناه امبارح، احنا رصدناه. الراجل اللي قال ايه الفرقه دي اللي في كل حته اروح الاقي لها جماهير بهذه الحماسه وهذا الشغف وهذه الاعداد المتحمسه جدا. يعني المصري اليوم قال استقبال اسطوري لبعثه الاهلي في الدوحه، الفريق يواصل استعداداته للرحيل القطري، والخطيب يطالب الجهاز الفني واللاعبين باسعاد الجماهير. قال كده النهارده بقى. قال مش عايزين ضغوط، مش عايزين توقعات، سيبنا من الكلام ده كله، احنا الحقيقه الثابته احنا ابطال افريقيا وتاهلنا للمونديال. في المونديال عايزين نعمل مباراه تليق بينا. النتيجه من عند الله سبحانه وتعالى بدون ضغوط، ولكن نامل تجاوز المباراه الاولى. كلام واحد فاهم كلعيب كإداري كمسؤول كبير جدا. عندك ملحوظة على محمود الخطيب اعتزل سنة 87. يعني الحقيقة لما بتتكلم في حد فاتت عليه كل هذه السنين ولا يعني عقود، لازال وهج النجومية بالنسبة له وصورته عند الجماهير. غالبية الجماهير اللي كانت بتهتف بحنجرة وحماس ما شافوش الكابتن الخطيب في الملعب. ايوه، بس ده اللي بيهتفوا الخطيب مين؟ رئيس النادي الاهلي. رئيس النادي الاهلي الاداري. اللي الناس قعدت تقول لك الاسطوره. الاسطوره في سمع، زي ما انت تيجي تحتفي بمارادونا، بيليه، دي ستيفانو، كابتن صالح، بتحتفي، كابتن حسن بتحتفي، لكن في كل واحد فيهم قيمه مضافه. ايوه، الاسماء اللي انا قلتها، كابتن صالح بعد ما احتفوا الناس بيه كلاعب احتفوا بيه كرئيس نادي. كابتن حسن نفس الشيء. النهارده الكابتن الخطيب اثبت هذه الجداره، وهو لاعب وهو مسؤول على قمه المسؤوليه في النادي الاهلي بنجاحات الحقيقه قياسيه. ما هو يعني انت لما تبقى بتتحرك هنا والناس شايفه لك شغل، شغل كويس، وهنا شايفين لك شغل كوره، نشاط رياضي، انشاءات، تفكير في مشروعات لبكره. صحيح، حتى النواحي الماليه والاقتصاديه، انت شفت الطفره الكبيره، وانت مشغول اقتصاديا. كيف تدير الملف؟ ما هو انت ما كانش عندك اقتصاد قوي، صحيح، ما تقدرش تنجز حاجه. فانت بتنجز في كل المحاور دي لان عندك اقتصاد قوي ومبني على يعني مواردك الذاتيه، امكانياتك الكامنه جواك، تستثمر ازاي كل يوم في فكره جديده لاستثمار قوه النادي الاهلي، استنباط حتى موارد جديده واستنباط افكار جديده لتنميه موارد طبعاً النادي وتعظيمها. طبعا، ولذلك تملي انا استاذ ابراهيم اقول لجمهور النادي الاهلي اللي يقول لك افتحوا لنا تبرع نبني، اهم من ان انا افتح لك تبرع، شوف رعاة النادي الاهلي وروح لهم وقف معاهم وانتمي اليهم، عشان هم دول اللي بيدونا العوائد اللي نقدر نصرف. فطول ما هم بيحققوا اهدافهم من خلال جماهير الاهلي، لا هيفضلوا مرتبطين بينا ومش هيبخلوا على النادي الاهلي بحاجه. يا جماهير الاهلي، شوفوا رعاة النادي الاهلي في كل شيء وروحوا للمنتج بتاعها
دي اللي انتوا لو انتوا عايزين تساعدوا النادي الاهلي. طيب الاهرام قال كمان النهارده موسيماني للاعب الاهلي تخلصوا من الضغوط العبوا لناديكم وبلدكم بس. هو ده ضغط المسؤولية. لكن مش الضغط المفروض اللي يوترك. اتثق في نفسك وفي امكانياتك وانزل استمتع بس ما تبخلش بجهد. هو المقصود بالكلام ده لا ما تبسلش الضغط يكون جماعي، التحرك بسرعة بوحدة ملتحمة، الارتداد من الهجوم والدفاع من الدفاع للهجوم في سرعة البرق، محدش يتدخل مجهود لكن ما تتوترش. قالت كمان الأهرام المدرب يشعل حماس المران ويحذر من قوة الدحيل والحاوي يبدأ التدريب. كل دي أخبار مظبوطة قلنا عليها إن شاء الله. ويا رب يا رب تتحقق يعني ان نروح بالعلامة الكاملة مكتملين كلنا علشان يبقى الراجل وهو بيحط تشكيلاته بيعمل تغييراته لا عنده كل القماشة. طيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله هنتواصل مع حضراتكم ومفاجآت اخرى.